السلام عليكم. الجامعة الملكية المغربية للسيرة العتيقة، الرئيس الصغير زينون. مهم في غمرة الاحتفالات، وكما نظمنا الرالي الأول كان مدينة أكادير، هذا الرالي الثاني اللي هو بدا من أكادير حتى الدريوش إن شاء الله. فالبداية كانت موفقة، جميع الجمعيات حاضرة، استعدادات كذلك في المستوى العالي، كذلك الإطار الإعجاب ديالنا والتجمهر الكبير ديال المواطنين ومحبين ومشجعي هذه الرياضة هذه. فمن البداية إلى اليوم فيعني لاحظنا أشياء كثيرة، وعرفنا الطرقان اللي هما تزادوا جداد، وعرفنا بعض المناظر اللي مع خلابة رائعة. فالمبيت كان في مدينة تازة، وكانت انطلاقة موفقة من طرف السيد العامل بعد وجبة الفطور، ثم الاتجاه إلى مدينة السعيدية. وهنايا على الشاطئ يعني درنا شفنا المناظر كثيرة، كما زرنا الحدود الجزائرية المغربية، وكان واحد المنظر جميل، الوقوف ديال السيارات في الحدود أثار إعجاب الجميع، كذلك الوقوف في مدينة وجدة بعد تناول وجبة الغداء، يعني هذا واحد المنظر كبير اللي كذلك أثار إعجاب السواح لا الأجانب ولا المغاربة. والمشاركة كانت مشاركة موفقة لجميع الجمعيات الحاضرة، وهي 34 جمعية. الإشراف والتنظيم يعني محكم من طرف السيد الوكيل عبد القادر رئيس جمعية الأمل بالدريوش، والجمعيات راه كلهم ناشطين يعني بالسيارات ديالهم، فالعدد ديال السيارات فاق 50 سيارة، المشاركين فاتوا 110، يعني هذا كيدل على تشجيع ديال الناس اللي بداو كيتوافدوا على الجامعة، فهذا شيء مشرف لجميع الإخوان. والاحتفالات ان شاء الله غادي تكون وتكمل الغمره ديال الاحتفالات في الدريوش ان شاء الله، لان غادي يكون استعدادات كبيره اللي كتقوم بها السلطات المحليه هناك، وعلى راسهم السيد العامل، والفعاليات الرياضيه والسياسيه اللي راه هي قايمه دابا على قدم وساق. ان شاء الله غدا الصباح غادي تكون واحد الحفل كبير مع توجيع الجوائز كذلك. وهذا الرالي هذه كانوا كيشرفوا عليه يعني حكام من فرنسا، وعلى رأسهم حاكم مغربي كذلك اللي هو عنده خبرة واسعة في الميدان، يعني هذا كيدل على أن الجامعة أصبحت عندها فروع كثيرة، والله يوفق الجميع. وكنتمنى التوفيق للسي الوكيل عبد القادر رئيس جمعية الأمل بالدريوش، ولكم جزيل الشكر وشكرا. عبد القادر رئيس نادي الأمل السيارات العتيقة بالدريوش، الخون كانج جنرال لي نقاسري سمرالي ميديتيراني الدوران ستام زوارو تيجا، يعني توغان كانجنا الرالي مزوار ديال المغرب قناس رالي ميلوازيس الخواني تنوي سنين دايس الرالية دايس ثلاثان المراحل. المرحلة الأولى توغان بدا زي تازا غا السعيدية، نهار قان خدي المرحلة الثانية زي السعيدية الناظور، المرحلة الثالثة أنك إن شاء الله الناظور بنينصار فرخانة تازاغين بودينار مشري ذي مودينار ذي كورونا ذي تمسامان خمي غنمشرو أن هو غادريوش إن شاء الله في وشتا غير 24 غنخرجنا الرالي ديرو سنت دريوش. الرالي يعني أول مرة يغتغاكين ديال المغرب ديرو سنت ندين تنبلع الشوارع إن شاء الله بإذن الله. نشكر السلطة ديال المنبرة، نشكر السيد العامل الأمن، نشكر كلشي ذي وينات. يعني الرالي تسنيو دانزي المغربي كمير نشتي تقريبا 65 طوموبيل تسنيو دانزي المغربي كمير باش السنان يعني نشتو نتقل اشهري ثاندي دريوش الناظور يا الريف نتقل اشهري البحر الابيض المتوسط بما يسخر زير بحوره الناس يدوران ثودرين، يعني الصراحه ذا سجن سياحه، يعني ما انايا ما رايت هذا في التنميه السياحيه التنميه الرياضيه مره. ونشكري شكرا ناظور سيتي. Thank you.